هلا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم في حلقة نصف نهائيات في برنامج يوتيوب Got Talent. في الحلقة الماضية كان عندنا 9 مواهب، لازم كان نختار منهم 4 مواهب وكان اختيار جدا جدا صعب، بس بعد ما شفنا نتائج تصويتكم على التعليقات وأخذنا آراء اللجنة يلي بتأثر بنسبة 40% على التصويت في برنامج يوتيوب Got Talent، للأسف اضطرينا نستبعد 5 مواهب كتير مهمة في برنامج يوتيوب Got Talent. أول شيء تعالوا نشوف المواهب يلي تم استبعادها يلي ما حالفها الحظ في التصويت، ونرجع نكمل الحلقة مع المواهب الفائزة. المبدع الصغير محمد جلال، للأسف ما حالفنا الحظ معك، صوتك رائع، انت مبدع، وعلى فكرة يا جماعة كل اللي وصلوا لهون عن جد بيستحقوا الفوز. وليد صهريج صاحب الصوت العسل والشخصية العسل، انا كتير بعتذر منك لانه التصويت ما كان لصالحك، بس حرفيا يا جماعة بغض النظر عن البرنامج كله انا كسبت رفقته لهالإنسان. وليد صهريج صار صديقي وكتير انا مبسوط انه تعرفت عليه وقدرنا نعرف بعض اكتر عن طريق البرنامج. برجع بذكر انه كل المواهب اللي وصلت معنا للحلقة السابقة هن فعلا مواهب تستحق الفوز بدون اي نقاش، بس للأسف نحن مضطرين نختار 4 مواهب فقط. محمد السوري، يكفي انك قدرت تزرع البسمه لكل واحد تابعك، فعلا ذكرتنا بايام الماضي، ذكرتنا بايام الطفوله، وكمان معتذر منك لانه ما حالفك الحظ، شكرا جزيلا جزيلا على المشاركه. دودو عدوان، شكرا كتير كتير لانك شاركتي معنا بالبرنامج، فعلا انه انت تستحق الدعم وشخصيتك كتير كتير حلوه، شكرا كتير يا حلوه يا مبدعه يا اموره لانك شاركتي معنا. واخيرا مصطفى الشمري، انا عن جد مزعوج لانه انت مالك مكمل معنا. مصطفى الشمري انا بالنسبه لي من اول ما دخل لهلأ هو لازم يكون في النهائيات، هذا الشخص لازم يكون في النهائيات، بس للأسف التصويت ما كان لصالحك. أنا حرفيا مذهول من مستواك وخاصة بعمرك وهالأداء الرائع الأكثر من رائع، فعلا يا مصطفى أنت كنت تستحق أن تكون في النهائي، بس للأسف الحظ ما كان معك، بس أكيد شكرا كتير 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 لأنه فنان مثل حضرتك شارك معنا. شكرا لكل الخمس مواهب يلي تم ذكرها يلي ما رح يكملوا معنا، انا بتشكركم من قلبي لانه كنتوا معنا بالحلقات وفعلا فعلا فعلا ناس موهوبين مبدعين تستحقوا الدعم، بتمنى لكم كل التوفيق. وهلأ يا جماعة ضلان معنا 4 مواهب، لنشوف كل موهبة بأي فيديو رح تشارك وشو الفيديو اللي بعتوا لي لحتى شاركوا في حلقة نصف نهائيات. بهاي الحلقة رح نختار موهبتين من أصل الأربعة اللي رح يشاركوا هلأ معنا، هالموهبتين رح يتأهلوا للنهائيات معنا. للحلقة الجاي إن شاء الله في الأسبوع القادم أو خلال 10 أيام رح تنزل الحلقة النهائية بعد ما نحدد بين هن الموهبتين اللي رح يكونوا معنا في النهائيات ويتحدوا بعض هالموهبتين لحتى يفوزوا في برنامج يوتيوب Got Talent مع جائزة بسيطة اللي هي مكافأة مالية رمزية زائد دعم على حسابات السوشيال ميديا قدر المستطاع. يلا يا جماعة ما رح أطول عليكم، تعالوا نشوف الموهبة الأولى، المبدع الرياضي راكان الدرويش. الموسيقى ليكن. ما
شاء الله على الإبداع، ما شاء الله على التميز، فعلا فعلا تركيبة جسمك كتير ملائمة للشيء عم تساوي. بتمنى لك كل التوفيق، مبدع بكل معنى الكلمة. وهو عم تساوي كل هالعرض هو حاطط السماعات مشان يشتغل مع الموسيقى، يساوي نوعا ما رقصة رياضية على الموسيقى، وهذا الشيء جدا 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 مميز، يعني فعلا مميز. كل التوفيق راكان الغالي، وإن شاء الله يكون التصويت من نصيبك. يا جماعة إذا بدكم تصوتوا لموهبة راكان، رجاء تكتبوا اسم راكان الدرويش في التعليقات زائد ذكر السبب. رجاء يا جماعة اذكروا السبب، يعني اكتبوا الموهبة اللي رح تصوتوا لها زائد اذكروا السبب ليش رح تصوتوا لها، لأنه موهبة فريدة من نوعها، لأنه شخصيته حلوة، لأنه عرضه حلو، لأنه مميز إلى آخره. في كتير أسباب خرجت تكون ألهمتكم لأنه تصوتوا لهي الموهبة. كمان يا جماعة ملاحظة، الشخص اللي عم صوت لموهبتين تصويته ما رح يكون محسوب، كل شخص بحق له يصوت لشخص واحد وبحق له يصوت تصويت واحد، يعني ما في داعي تكتب كومنتين، كومنت واحد، تعليق واحد عن اسم الموهبة اللي أنت بدك تصوت لها زائد ذكر السبب بكفي. لا تذكر اسم موهبة ثانية، لا تعيد اسم الموهبة اللي أنت حابب تصوت لها عشان تصويتك يضل محسوب. وهلأ يا جماعة ما رح أطول عليكم، رح نروح فورا للموهبة الثانية معنا لليوم. معنا الساحر أو لاعب الخفة عبد حناوي. تعالوا نشوف الفيديو اللي استخدمه لحتى يشارك في حلقة النصف نهائيات من برنامج يوتيوب جات تالنت. يا جماعة قمة في التميز وقمة في الإبداع مستحيل، يعني بشكل عام يا جماعة أنا عندي خبرة شوي صغيرة كتير عن ألعاب الخفة، لأن كنت أنا كمان أساوي هيك ألعاب خفة لرفقاتي لما كنت صغير، فيعني صعب كتير إنه شيء يذهلني، شيء خليني هيك أنذهل، عن جد صعب. هذا الإنسان مو بس ذهلني، هذا الإنسان خلاني أغير تفكيري وأعيد النظر لألعاب الخفة وللخدع البصرية. ما شاء الله عندك خفة إيد خطيرة، أنت شاطر جدا في هالمجال، تستحق الفوز بجدارة. شكرا كتير لك على المشاركة وعلى هذا الفيديو الحلو. يا جماعة إذا عجبكم عرض عبد حناوي
الحناوي رجاء تكتبوا اسمه في التعليقات عبد حناوي وتصوتوا له، زائد تكتبوا بالتعليقات السبب او ليش رح تصوتوا للموهبة عبد حناوي، فعلا 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 اكثر من رائع. يعني عن جد في كتير اسباب، نقولكم شي سبب وقولوا مذهل يا اخي رائع. على فكرة يا عبد انا ما شفت الفيديو انت بعت لي ابدا، تخليني اشوفه لايف وانا بصور الفيديو واعمل الرياكشن تبعيتي كما هي، بس ما توقعت ابدا ابدا ما توقعت انه تساوي هيك شيء، عن جد خطير. ما راح اطول عليكم يا جماعه، راح نروح للموهبه الثالثه معنا لليوم، الرابر الرائع اللي انا بالنسبه لي حبيت الراب اكثر بعد ما سمعت له، بعد ما تعرفت عليه كمان بشكل شخصي في اسطنبول. هذا الرابر يا جماعه خلاني اعيد النظر لكلمه الراب، علمت منه شو يعني الراب صح، فعلا رابر بكل معنى الكلمه، في الاداء وفي الكلمات، وفعلا على طول كان مفاجئنا في الحلقات الماضيه باسلوبه في الراب، كلمات العميقه والاداء والفلوات. تعالوا يا جماعه نشوف الرابر الصديق سيد زين من حمص. اسمع حلقم كلام، شفنا البيتر كيف انا مبدع، كيف بلا ماضي فيك بلا مرجع، علمك فارغ بلا ولا مبدع، صوتك عالي بس بلا منطق بتناضح، بس فيك انا اسلق بسرح، انا بجرح انا بجرح، كل ما تبقى فيك انا بربح، عبر عن حالك هل تركب بلا لك، انا موتك انا صوتك انا خوفك انا بعبع، انا موتك انا صوتك انا خوفك انا بعبع، انا موتك انا صوتك انا خوفك انا بعبع، بربط بلا مربط هي ارضك بلا عرضك، انا مرضك مين فرضك، ضرباتي من قوت الماضي بتهدك، على قدك وبشدك على سابع ارض وبزلك، انا بارع شط وبقلك انا بارع دك فضلك بمكان الشك، انا باقي بالحاضر باسط متكبر عاصي متذكر حاصد، بلا محمر راصد بلا محضر فايت على مغفر بس ناطر، انا صابر انا فالح مناصر، انا كل كلماتي مصانع، انا السيد زين ابن الشارع ولا ليك ليك علقم كلام، علقم كلام اسمع شوف اسمع الرمز يعني يا ليك 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 شوف، لفي بالدنيا ملفي بصفي كحافي بحافي بألمي طفي بطفي بكفي مكاني كلامي بصورة بعاني بصيغة مشاني سواني بتكفي لغير كلامي مزاج عصافي مزاجك أناني تفاني بالحبا بالحبا رماني أخذني الوقت والحظ جاني يا اسمع، انا فيك ناظم بحر وباصم على عسى فاهم مد بمراسم، فيك انا ظالم فيك انا حالم فيك انا بعض من نوت وانا نايم، اسمي علم هللو ماشي برافي واسألو ها ليك 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 ليك، انا موتك انا صوتك انا خوفك انا بعبع، انا موتك انا صوتك انا خوفك انا بعبع، انا موتك انا صوتك انا خوفك انا بعبع. الله قمة 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 في الإبداع، كلمات أخت حفيانة، أداء رهيب، فلوات صح، ما في نكشة غلط، أخذ النفس صح، أستاذ بمدرسة الراب فعلا، أستاذ بكل ما تعنيه كلمة أستاذ من معناها. شكرا كتير 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 سيد زين لمشاركتك، أنا فعلا شايفك فايز ببرنامج يوتيوب Got Talent، إذا كملت معنا ولا ما كملت معنا السيد زين يا جماعة حط بصمته وأثبت وجوده، وهذا الشيء بيخليني أنا لو واحد بحق لي أصوت لك أنت صوتت لك، فعلا سيد زين مبدع، شكرا كتير كتير لأنك شاركت معنا. فإذا حبيتوا سيد زين رجاء تكتبوا في تعليقات سيد زين زائد ذكر السبب ليش صوتوا للرابر الرهيب السيد زين. وهلا يا جماعه ما راح اطول عليكم، راح نروح للموهبه الرابعه معنا لليوم والموهبه الاخيره معنا لليوم. هذا الشخص ضحكنا كثير في الحلقات السابقه، فعلا زرع البسمه لكل شخص تابعه، يعني اي واحد شاف حلقات السابقه اكيد بالفيديو تبع هذا الشخص بالمقطع تبع هذا الشخص اكيد ابتسم اكيد ضحك. يا جماعه بموهبه التقليد معنا محمد بهنسي، تعالوا نشوف مين راح يقلد لنا اليوم. السلام عليكم، انا عبد المد عبد المدينة. انت بتعمل ايه ليه امبي؟ انا بقدم على برنامج جميل قوي زي الفل والله. متورينا هتعمل ايه بقى؟ انا هقدم شعر جميل قوي، واسمع يا معلم سمعنا كده سلام يا جماعة. اسمحك لا اغفر لك لا، انا مش نبي ولا اله. جايب الشخصية صح. كتير انظرتك كتير حضرتك من حزن حزنك شفتك معه، بلاش الحال دمير ارتاح، دموعي بدي دموع تمساح. على فكرة يا جماعة التمساح ما بدمعش، ايه رايكم معه؟ ايه رايكم معنا؟ اسمم عنكم نحن تضعي تعالى وبركاته. عزيز تبقى بالتبتع انت اتقدم اتقدمت يا معلم وتسلم عندكم ورحمة الله تعالى، وتنسى تصوت لي عشان احبك وانت تحب. جايب شخصية صح والله.
يا جماعة فعلا جايب الشخصية صح. صراحة توقعت موهبة التقليد تكون صعبة بهالبرنامج، لأن يعني الواحد بيقلد بأول حلقة وتاني حلقة، هي ليك نصلنا بثالث حلقة ولسه عنده شخصيات براسه وعم بقلده بطريقة احترافية بطريقة حلوة. فعلا قدران تتقمص الشخصية صح. محمد بنسي مبدع موهوب رائع، يعني فنان في التمثيل وفي التقليد، تستحق كل الخير. شكرا كتير كتير يا بنسي. طبعا محمد بنسي كمان يا جماعة واحد من أصدقائي في اسطنبول، التقينا ببعض أكثر من مرة في اسطنبول. يعني هو محمد بنسي على أرض الواقع شخصيته كتير هيك مهضومة، يعني على طول بحرك جو الشخصية اللي ضحك، يعني بدك تضحك تكون هيك ممقوت، بدك تضحك بتروح عنده بضحكك. فشكرا. فيا جماعة إذا حبيتوا محمد بنسي بموهبة التقليد رجاء تكتبوا في التعليقات محمد بنسي زائد ذكر السبب ليش رح تصوتوا لهي الموهبة وليش فضلتوه على باقي المواهب. شكرا جزيلا يا محمد بنسي على هذا الفيديو الرائع، شكرا جزيلا للكل على هي الفيديوهات الرائعة. عنا 4 مواهب، كلكم مبدعين، كلكم رائعين فعلا. الله يعين الناس لمين رح تصوت، يعني هذا الشيء صعب جدا، يعني كتير صعب ان تختار 2 من اصل 4 العمالقة اللي طلعوا معنا، فعلا عمالقة. فانا كمان من ناحيتي الحمد لله انا ما لي دور في التصويت، يعني يا جماعة انا ما بتدخل بالتصويت، انا بشوف التصويت في التعليقات. 60% من النتيجة بيحددوها التصويت في التعليقات، بينما 40% من النتيجة بحددوها لجنة مكونة من 5 أشخاص كانوا معي من اول حلقة لحد الان. الاسبوع الجاي رح اقلكم المفاجأة ورح اقلكم مين هن اللجنة اللي كانوا معي. فعن جد يا جماعة الله يعينكم، لازم تختاروا موهبة فقط في التصويت من اصل 4، ونعتذر من موهبتين ورح يضلوا معنا موهبتين فقط للحلقة الجاي. ما رح اطول عليكم اكثر من هيك، انزلوا على التعليقات صوتوا لموهبتكم المفضلة، وان شاء الله بشوفكم في الحلقة النهائية من برنامج يوتيوب جات تالنت.